اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا لكم في بدايه الحلقه لعبتنا النهارده الكاراتيه، عندنا كلام كتير جدا هنقوله عن اللعبه دي وتاريخها كمان جوه النادي الاهلي وتاريخها في مصر. بس في البدايه برحب بالدكتور محمد حسن مدير جهاز الكاراتيه في النادي الاهلي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. لا وجود سعادتك يا فندم. وطبعا برحب بكابتن محمد فاروق مشرف قطاع الكوميتي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك، منور قناه النادي الاهلي. بنورك حضرتك دكتور. يعني اجل حضرتك في البدايه، طبعا الجمهور الكاراتيه يمكن يعني مش ناس كتير تعرف عنها يعني فنياتها. اللي اعرفه ان الكاراتيه عباره عن نظامين لعب. لو حضرتك يعني مشكورا توضح لنا النظامين ايه والفرق ما بينهم ايه عشان الساده المشاهدين يبقوا متابعين معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بس قبل ما اتكلم احب اشكر اداره القاهره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي على الاهتمام الكبير بقطاع الكاراتيه، وطبعا ده شرف ليا ان انا احضر جوه هذا الصرح العظيم. حضرتك اللي منورنا يا كابتن، وحضرتك يعني قامه كبيره وشرف اي مكان يا كابتن. حضرتك لعبه الكاراتيه هي لعبه من الالعاب القتاليه النزاليه، وهي اللعبه النزاليه الوحيده اللي في النادي الاهلي. اللعبه بتحتوي على زي ما قلت حضرتك قطاعين، قطاع الكاتا اللي هو قطاع الاستعراضي، وقطاع الكوميتي هو قطاع الاشتباك. الاشتباك تمام. احنا الاشتباك بحدود عشان ما نخوفش الناس يعني. لا ما احنا هنجيب لقطات دلوقتي والدنيا هتبان اكتر، بس خليني اقول لحضرتك انه يعني النظامين عندنا في النادي الاهلي طبعا موجودين. لازم وعندنا اكاديميه كبيره اي لاعب في الاول بيبدا بحاجه اسمها مدرسه الكاراتيه. تمام. سواء هيلعب كاتا او كوميتي بيبدا اول حاجه باسمها بنظام بتعليم الاساسيات بتاعه اللعبه. عندنا في النادي الاهلي الحمد لله في كل فرع في اكاديميه خاصه باللعبه ما شاء الله. كل في زايد او في الجزيره او مدينه نصر عندنا قطاع اكاديميه لكل لعبه. ده احنا عندنا زي ما حضرتك عارف ان لعبه الكاراتيه في الاهلي لعبه للاعضاء العاملين بس. صحيح. انت ما بتختارش ناس، ما عندكش قاعده غير ما عندكش هنا حريه الاختيار زي بقيه الالعاب. يعني انا ما بشوفش لاعب كويس او لاعب بطل تقول هذا جيبه الاهلي، لا لازم الولد ده يبقى عضو النادي الاهلي. فاحنا بنفتح باب الاشتراك للمدرسه، انت بيجي لك ناس يشتركوا في المدرسه، الناس دي انت ما بتختارهمش، عينه عشوائيه. صحيح. العينه الاب او اللاعب عايز يلعب كاراتيه فبيجي يقدم عندنا في المدرسه. احنا ما بنختارش الاولاد دي، ما بنعرفهاش، بيتقدم وبتبتدي تعمل سيلكشن مين اللي تقدم له. بالظبط كده. تمام. طب خليني اقول لحضرتك يعني اللي يلعب كاتا يلعب كوميتيه ولا ده حاجه وده حاجه، يعني لغايه سن معين برضو عشان الساده المشاهدين يبقوا فاهمين معانا. يعني هل ممكن يلعب الفرعين مع بعض ولا لازم يتخصص من سن معين؟ بص ساعتك البدايه الستارت دايما في الكاراتيه بيبقى من 4 سنين. تمام. طبعا كل ما تبدا بدري كل ما يكون افضل. بدري يعني من 4 سنين؟ لا من 4 سنين. طب تمام. يعني كل ما تبدا بدري كل ما يكون احسن. تمام. دايما البدايه اللي قلت ساعتك بيبقى تاسيس، بتعلم الاساسيات اللعبه وبتعلم الكتات المقرره عليه. تمام. في كل حزام، كل درجه حزام عندنا فيها في كتات مطلوبه عشان يعدي يعني يتقنها عشان يخش الاختبار ويعدي الامتحان دوت. تمام. عندنا كم حزام؟ عندنا 10 دلوقتي. 10 احزمه بالالوان ولا بتبقى كل يعني الاصفر درجتين. تمام. الاورنج درجتين وهكذا، الاخضر درجتين وهكذا. وبيخش مسابقات تبع الاتحاد بيعرض فيها او بيتم استعراض في امتحان بيتعمل لجنه بتيجي من الاتحاد المصري للكاراتيه عشان تمتحن الولاد ديت في كل مقر عندنا في النادي الاهلي. في كل فرع بيجي لجنه الولاد يخش تمتحن بيأدي اللعب قدام اللجنه، لو الولد ده نجح بياخد الحزام اللي بعديه. جميل جدا. احنا كده وضحنا للساده المشاهدين يا دكتور محاضره بسيطه كده عن الكاراتيه عشان يبقوا معانا.